الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، لأن العزة كل العزة في طاعة الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيان الله ومخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الإخوة الأعزاء، إن ديننا الإسلامي يأمرنا المشاركة في أعمال بناء الأمة، وليس هناك شخص يتخلف عن دوره في بناء الأمة. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأملوا هذا الحديث وطبقوا على واقعنا. نحن معشر الصوماليين هنا أصبحنا نتفرج في حياتنا اليومية وننتظر الحل من خارجنا، كأننا ليس لنا مسؤولية تجاه أمتنا. وهذا الحديث يقول: كلكم، هل هناك أحد يخرج من هذا اللفظ الذي يدل على العموم من رجل وامرأة وكبير وصغير؟ كلكم، ليس هناك واحد يستثنى عن هذه الكلية. كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته. فبعض الناس فهموا من هذا الحديث بعض النماذج التي ذكرت في الحديث مثل الإمام ومثل الرجل في بيته والمرأة والسيد على مال والعبد على سيد ما على سيده العبد على خدمة سيده. هذه الأمور تسمى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن الحديث بدأ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانتهى أيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا يجب علينا أن نشعر مسؤوليتنا تجاه أمتنا، وخاصة رواد المسجد والمصلحين والزعماء والعلماء أخيار هذه الأمة ينتظرون الحل من أين؟ من الذي يأتي بعصا سحرية بعصا موسى ويضرب المشكلة عليها فتحل المشكلة؟ هل يوجد هناك؟ هل ننتظر مثل هذه الصورة؟ لا يمكن ذلك، وإنما بأفكارنا نحن وبأموالنا وبأعمالنا نحقق ما يكون مصلحة لأمتنا. أيها الإخوة الأعزاء، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حدثنا عن عمل بسيط أدى إلى دخول الجنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. هذا الرجل ماذا فعل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه دخل الجنة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتقلب يذهب من هنا ومن هناك، يتحرك كيف يشاء، يتقلب في الجنة. وما سبب دخوله في الجنة؟ في شجرة، في سبب الشجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، فبسبب قطعه لهذه الشجرة دخل الجنة. أمامنا هذه المياه وهذه الأوساخ، ألا نريد أن ندخل الجنة؟ بعض علمائنا يقولون: أنتم تبحثون ليلة القدر في المسجد فتبحثونها في أعمدة المسجد وفي المسجد، وليلة القدر كثيرة في الأعمال الخيرة، فابحثوا ليلة القدر في بناء طريقكم لأنه سبب لدخول الجنة. قد يقول قائل: كيف نبني هذا وكيف نستطيع ونحن كذا ونحن في حالة كذا ونحن الفقراء ونحن كذا وكذا، وكل يوم جمعة تقرؤون سورة الكهف، وسورة الكهف فيها قصص تبين كيف يستطيع الإنسان أن يبني مشروعا عملاقا. نأخذ قصة واحدة تبين كيف نستطيع أن نحقق شيئا عظيما بأمور بسيطة. ورد في هذه الصورة ملك من المسلمين اسمه ذو القرنين، أعطاه الله ملكا فتجول مشارق الأرض ومغاربها إلى أن وصل إلى هذا المكان. قال تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا.
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ماذا فعل ذو القرنين في هذا المشروع؟ لم يأتي المواد الخامة، لم يأتي من الخارج، لم يستورد، المواد كانت موجودة عندهم عند هؤلاء القوم، ولكنهم ما كانت عندهم الفكرة التي يستطيعون بها أن يحركوا عقولهم وأن يثقوا بأنفسهم وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك. يأجوج وماجوج كانوا يأتون إليهم فيقتلون وينهبون ويأخذون كل شيء ولا يستطيعون بناء جدار تجاههم،